أخي الكريم، أنا قلت لك الأغلبية الساحقة أكثر من 90% من السجناء في سجن الصناعة أو في سجن الأحداث أو في سجن غويران المركزي أو الحسكة المركزي، هؤلاء ليس لهم علاقة لا بداعش. ما الذي يثبت ذلك؟ التنظيمات العسكرية. الذي يثبت ذلك أنه أكثر من 60-70% أنا أعرفهم وأعرف أهلهم، ونحن في محافظة الحسكة أبناء العشائر كلنا نعرف بعضنا وكلنا نعرف حال بعضنا وكلنا خرجنا في ثورة واحدة.